Today we have a new product here. Yeah, the new MacBook Pro 16 inch. ايه 2019. انا حبيت النهارده ان انا اخد تجربه الانبوكسنج فيرست انبوكس ليا with my new laptop بعد اللابتوب بتاعي القديم اللي مات ده خالص قعد معايا سنين 7 سنين من العشره والدمار والمطر والغبار هنخون النهارده وهنركنه وناخد الحاجه الجايه دي. بس خليني ابدا واشوف انا دي اول حاجه تقريبا من ابل اخدها اجيبها. طبعا ده يعني حاجه ايه ليجيت قوي. بص يعني بص شايف دي؟ الله انا بشوف الحاجات دي بس في الفيديوهات فاهم يعني بشوف الحاجات دي في على النت بس. وبيني بيحب الباكيجينج فاعتقد انا هحب جدا الباكيج بتاع ابل. حاول النهارده اكون اعمل اكون تكنولوجي يو جاي انت بتنفذني. اولا بص البتاع سموز جدا. انت كده خلاص اتزنقت من ابل ايكو سيستم. انا بسمع كانه اكل. ريحته حلوه قوي. ريحته حلوه. الله واو I like what I see. Let's continue. خايف احطها على الارض. بص السمك بتاعها التفاحه دي السحريه فاهم. بص اطلعها من هنا كده. بص يا لهوي انا خايف احط. بص انا دي بترتعش. لا وجه دائم لوجه الله. واو واو انا معجب جدا بالباكجينج جدا. طب ده اللابتوب كده نسيبه على جنب تعال نشوف ده. Designed by Apple in California. Stickers. هي دي كلها طبعا ايه الارشادات والمانيوال والكلام ده مش المنيو المانيوال الموضوع اختلف تماما فاهم. في الاغلب الحاجات بترميها يعني من الحاجات بس احنا هنا مش نرميها. الحاجات دي ايه هتحط كده. ده الكيبل USB Type C. واو خلاص كده يا ابل خلاص كده خلصته. يعني اختبر مستوى ذكائك بقى. اوكي حاول تركب راس الشحن في الشحن. احاول اركب راس الشحن في الشحن. احاول اركب راس الشحن في الشحن. بس كده اوكي. ايه ده عندك 5 ثواني. لا ثانيه. طب ثانيه ده افتحها بس كده يا ابني. بص يا طه بوظتها عم. لا يا ابني ديزايننج يا لهوي على الفينش شايف. واو 5 ثواني. طب افتحها بس الاول يعني. هو انا اصلا فكرت فيها. اصبر واو. ها 1 2 3 4 كده للاسف صح. واضح جدا. انا مره واو ده الشاحن كده خلاص. هم ازاي قدروا يوصلوا لحد ان حد يعني يبقى يوصل للمرحله دي انه يبقى يعني مسحور بال انا قطع دي مثلا بتوجعني مش عارف ليه. ازاي وصلوا حد بالدرجه دي عشان انا حاسس ان انا بدفع فلوس كتير. ها حان وقت الان التجربه. انا قالوا انت بتقرا غلط يا حاج. احسن انبوكس في 2019. انبوكس في مصر. ايه ده؟ فتح لوحده؟ واو. لاستخدام اللغة العربية كلغة رئيسية، قم بالضغط على مفتاح الرجوع. أنا عايزه انجلش. To use English as the main language, press the return key.
ايه ده بياخد بيحمل ليه؟ لا 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 حقيقة احنا وصلنا لل يعني خلاص عم دخلنا الاي دي ومش عارف ايه وبتاع وعدنا في حوارات كتير كده خلصناها ووصلنا للفاينل ده. الصورة دي تفاصيلها باينة قوي. السيستم لسه مش متعود عليه قوي. في حاجات غريبة بس انا حاولت افتح كده سفاري وقلت عايز اشوف الصوت بتاعه مختلف جدا والشاشة والالوان تعالوا نشوف ده كده سوا. فصلان ده بص يا يو ديري يلا عمرو عندنا فيديو يا حبيبي طبعا اوكي مبروك مستر عمرو. انا ما قلتش مواصفاته. بص الثيكنس بتاعه رهيب جدا. مواصفات الجهاز ده الفيزيكاليه انا كان عاجبني الزر اللي كان بيدي بينور عشان كان بتاخد مساحه. كان عارف ده اسمه لايت بريد اللي هو بيكون عباره عن الشاشه البرايت بتاعنا بيعلى بيطلع النور لورا. هما شافوا ان ده بياخد مساحه كبيره جدا من الهاردوير وكده فكانوا عايزين يرفعوه فقال لك يا باشا هنشيل الحاجه دي. ماشي في 4 بورت سي اتنين هنا واتنين هنا. ده i9 1 تيرا SSD اس 16 انش رامات 16 جيجا. بس هو ده الريفيو بتاعنا المتواضع جدا للابل ماك بوك برو. هشتغل عليه قريب واقول لكم الريفيو بتاعي بعد استعمال كم فتره كده. الريفيور جامد بس keep it up and follow my channel to see the next review of ماك بوك برو 2019 16 انش. ها